مش حاجه اسمها قطر الطاهر وعباس ابن فرناس والكلام ده بس كله. بس قطر الطاهر كان جاب ضربه الجزاء كان خلاص، ما جاتش ضربه الجزاء. واقول لك ايه، والجون اللي جه فيك في الهلال برضو بالظبط، يعني ما ينفعش تاخد واحد عامل واحد وتسيب بقيه العوامل، تسيب بقيه العوامل. لكن انا يعني من بعد ما ربنا كرمنا وطلعنا دوري المجموعات، مش انا بس على فكره، ناس كتير قوي كان على يقين. انا والله كنت قاعد في الملعب وكان جنبي حسام غالي، والله بعد حتى ما الوداد جابوه، اولا انت ما شفتش الاجواء عامله ازاي. اللي راح هناك مهما احكي مش هيبقى قد اللي خد التجربه، يمكن اختها مرتين أيوة. السنه اللي فاتت صح، والسنه اللي فاتت احنا يعني خسرنا بطوله افريقيا انفير من هنا للسنه الجايه. جواب ما جالكش، ما تقدمتش انت كمصر، رحت تلعب في المغرب لتاني سنه مع الراجل صاحب الفرقه صاحبه الارض، وبتلعب في اجواء جامده جدا. انا بعتبر ان كان انفير تماما ان الاهلي يلعب نهائي افريقيا من ملعب من ماتش واحد في 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 المغرب السنه فاتت. فالسنه اللي فاتت احنا خسرنا ال11 السنه اللي فاتت. انا في وجهه نظري مش رياضيه، مش في الملعب، انت خسرتها من قبل ما تلعب. وبالتالي اما رحت السنه دي كانت اتعلمت من السنه اللي فاتت. اللعيبه كانت مركزه كويسه قوي. انا والله بعد حتى ما جابوا الجون، والله حسام غالي جنبي قال لي خالد هناخد البطوله. شو بقى انا كنت يعني طب بموت. ايه اللي علمتوه بقى من الماتش بتاع السنه اللي فاتت عن السنه وطبقتوه السنه دي؟ بص اقول لك حاجه، احنا انا بكلم فيري فير، احنا السنه اللي فاتت عايشنا في اجواء ظلم وان احنا كذا، فانا شايف ان ده وفرت مبرر للعيبه قبل ما يلعبوا بالظبط كده. وبالتالي نزلت الملعب ما كنتش على المستوى. السنه دي احنا بالرغم من الناس كتير يقول لك مش عارف الحكم فلان الفريق ده اخر ماتش ليه وكذا ولازم تعمله الناس كلها بتتكلم كده، مفيش مخلوق لحكم. احنا قلنا مش هنغلط غلطه السنه اللي فاتت، احنا هنركز، عندنا 90 دقيقه جوه الملعب، فرقتنا مركزه، الولاد كانوا الرجاله كانوا فعلا عايزين ياخدوا هذه البطوله. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا وجبر بخاطر 80 مليون اهلاوي، وجبر بخاطر الناس اللي جات لنا من كل حته في العالم. انا جالي ناس من امريكا، من اليابان، ناس من المانيا، من فرنسا، جم عشان يشجعوا النادي الاهلي. والله العظيم بجد لما بتشوف الناس دي بتعرف قد ايه النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، والله العظيم انا كنت دايما بادئ يا رب اجبر بخاطرنا عشان خاطر جمهورنا.